وزعب كيفكم؟ واو اسمعوا كثير ناس انفع ما بالحالي طاقة عن طريق الحركة الحركية عرفتوا؟ طاقة الحركية الحركية طاقة الحركية تن you do you want تكمن من الحركة. هلا اسمعوا لغيث مروان نزل ستوري هو عم بيعمل نارين هاي الحركة اللي برو هاي عرفتوها حركة رومانسية جدا صراحة. غيث مروان تألق اوكي جد برافو عليك اوكي صراحة مان سكور. هذا ادى الى انه افكر طيب ليش ما اعمل فيديو اقيم كل الناس اللي نحكي هم الكوبلز اللي احنا شايفينه بس هم ممكن مش يعني بنسوي تقييم لتس جو بيبي. اوكي اول اشي مين نقيم مين في كوبلات احنا شاكين فيهم جدا. اوكي اول حدا هلا اسمع هاي شوي غريبه ماشي يعني انا جدا استغربت او اسمع اول شيء بكون صريح معكم انا تضايقت بعدين استغربت. ففي ظهر شائعه انه احمد النشيط في قصه حب بينه وبين اخت مو فلوكس. بعرف 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 انه شوي هيك الموضوع انه ليش اوكي ليش تضايق يا اخي اخت مو فلوكس جميله جدا يا اخي ما بصير تدخل قصه حب اصلا. اوكي خلينا نشوف الشائعه كيف ظهرت. هذا الفيديو ابو جعبري نزله مع احمد النشيط خلينا نشوف. انت سعادتك وانت مزق ايد اخت مو فلوكس زياده عن اللزوم. اوكي يا اخوان هون انا مقاطع ل احمد النشيط هو برقص مع لانا روز. اخوان انا مش قادر اوصف الحزن اللي انا فيه هلا. تعرف كيف انه عزة حرفيا عزة انا انه هلا قلبي صار بيت اجر. كيف اسمعوا اكون صريح معكم كثير بعتبر احمد النشيط انسان جذاب يعني انه انسان كثير جميل بالمعايير العامه يعني لحيه قويه جدا عيون شامخه بس يا اخي اخت مو فلوكس يا اخي كم جول صراحه جول اوكي ما بصير فهي هي العلاقه هيك انه تاذيني اوكي هي العلاقه شيء شخصي بالنسبه لي. شو قاعد تلمح لشنو يعني ممكن في قصه غراب احنا ما بنعرف عنها يعني الحين طلعنا من عرض شفتوا ما لا 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 شوف اللي حكى له قصه غرام شوف كيف صار وجهه احنا النشط طرطر ممكن في قصه غرام احنا ما بنعرف عنها يعني الحين طلع وجهه انار بابتسامه قويه جدا اوكي فانا بلا شك اظن انه في اشي بينهم. هلا ندخل لمرحله التقييم اوكي اعطينا صوره لاحمد النشيط هون جذاب جدا صوره لاخت مو فلوجز تقييم فعلنا احمد النشيط جذاب جدا صراحه يعني جميل يعني بعطي جماله 20 من 10 اخت مو فلوجز بعطي جمالها 100 من 10 كقصه حب بعطيها 7 من 10 لو ما استمرت اوكي لو استمرت حيكون الموضوع مؤذي ان شاء الله انه انا بقدر انه اتخطى هاي المرحله بحياتي وانه اصير مبسوط لهم اوكي ننتقل للكوبل الثاني. مين عندنا الكوبل الثاني يا ترى مين تتوقعه؟ يس زي ما توقعته الكوبل الثاني هو انس وبيسان يا اخوان هاي قضيه هيك انه تعرف كيف ترى فيها العلماء اوكي هل هم كوبل ولا لا اوكي هل انس وبيسان مع بعض ولا لا ما بعرف لو الناس محتاره بالموضوع ولا اسمع بتروح على قناه بيسان بتشوفوا هيك انه اخيرا اخذت حقي من انس ومع الطين بقى لا مش احد مش انس وات انس خطفني شوفوا ردة فعل اوكي هلا زي ما بتعرفوا الخطف اشي دخلوا بالحب دائما ما بعرف لو بتعرفوا هاي الشغله بس في عندنا بالاردن في ناس كان عندهم ثقافه الخطف يعني واحد يحب واحده بروح يخطفها عشان يتزوجها وهيك اسمع بديش اتفلسف كثير بالموضوع عشان ما ادري اول مره بتحدى قمر شوفوا شو صار وحط صورتها مع انس قصدها انه انس قمر واضح جدا انه في علاقه حب بينهم وطبعا في انه هم دائما مع بعض دائما حابين دائما مع بعض فهل تتوقع هاي قصه حب ولا لا؟ كانهم جديد حكوا بدهم يخطبوا اظن هم مع بعض صح اوكي تقييمي لعلاقه انس وبيسان صراحه انس جميل جدا يعني كمان يا اخي يا الله لازم اكون عادل انا المعايير تبعتي هاي خلص هذا اشي عرفته اشي جازم لازم اكون عادل جدا نعطي انس وبيسان 7.5 من 10 اوكي انا حاسس انه انا عليت كثير المعايير لما حكيت 7 من 10 على الاولى بس انس وبيسان مبروك عليكم ان شاء الله تخطبوا قدها انتوا اوكي ننتقل للكوبل اللي بعده الكوبل اللي بعده الاشي اللي موجود جنبي يعني الاشي
في اشي عم بصير كان، بس انا ساكت، كنت انا ساكت. اوكي انا بديش اتدخل، ما بحب اتدخل بهي الشغلات. يا اوكي هذا الاشي كان عم بصير لكن انا ساكت. اوكي انا اسمع بضحك كثير كان صراحه. اسمع كل يوم اجي عند احمد اتلمر عليه بالموضوع. اوكي فطلعت زي فضيحه لاحمد انه احمد وصبوا مع بعض. اول اشي عندنا زي صوره لصبا وهي بتضبط قميص احمد. يا اخي ما بعرف انه الحمد لله يا رب الحمد لله انه ما طلع علي شيء انا الحمد لله، مع انه يعني حطيت المواقف بالحفله كان ممكن توديني هيك بداهيه جد. لا ما صار اشي غلط يعني اوكي، بس انه يعني انه عادي في ناس ضبطت بدلتي كمان. بس اوكي ان احمد قاعد بتضبط قميصه. اوكي بعدين طلعت هاي اللقطه. اوكي اللقطه كيف اسمه وقت عملونا كات بالفيديو. اهم لحظة هاي اوكي، كل الدنيا هيك صار في حوار عميق بين العالم كله. اوكي هل هي اهدي ولا بحبك؟ اوكي اسمع كثير تصغط علي كثير اوكي. شو رأيكم حطهم كابل ولا لا، نقيم ولا لا؟ شوف اوكي كلمة الحق تقال، يعني انه صراحة لو في اشي زي هيك انا بنبسط. اوكي عشان يعني احمد كثير مقطوع. كيف اقولكم، تخيلوا صحراء اوكي، بعدين تخيلوا مثلا الربع الخالي اوكي هيك، بعدين تخيلوا المكسيك بالافلام الامريكيه. بتعرف كيف المكسيك تطلع بالافلام الامريكيه هيك صفره هيك قاحله اوكي، هيك يكون في هاي شغله، عرفت هاي شغله الشجره الميته اللي بتلف هاي، هيك احمد اوكي. هاي اعطتني نتفه امل، عرفتوا هيك انا هيك شفت هيك ضوء هيك باخر العتمه هيك انه معقول احمد اخر الزمن هيك اخلص منه، بعدين اعيش لحالي. تخيل هيك انه مثلا يطلع بحب واحده بعدين يتزوج بعدين يعيش لحالي. اوكي فهم مبدئيا مش كابل اوكي، بس نقيمهم ككابل اوكي. مش غلط طبعا. احمد صبا حطهم بالفيديو بس عشان احطهم بالثمنة لو اجيب الفيوز اوكي. وكل الفيديو عملته عشان شغله غيث ونارين اللي هي بالاخير ماشي، فكمان نقيمهم فيوز. اسمعوا هذا الفيديو بده يضرب مليون اوكي، مليون هيك مليون مره واحده هيك 6 صفار اوكي. صح لو ما بتابعني على الانستغرام، الانستغرام تبعي انا بالامارات هلا عشان هيك بصور فندق. هلا شوفوا هون تقييم فيه شوي خدعاء اوكي، عشان ايش؟ تخيل تمسك مغناطيس نساء زي احمد بدون ما يحاول بجذب النساء اوكي. فتخيلوا مثلا انه يكون بعلاقه هيك كثير صعب، كثير مستحيل يعيش. فانا اظن اي علاقه بدخل فيها احمد حتكون فاشله عشان كثير جذاب يعني وكثير مغناطيس نساء. عم بسلك معه، بحاول ارجع التنمر اللي صار قبل اوكي. فانه احمد طاقه من الطبيعه اوكي، تخيلوا زي الشمس نجوم، بعدين عندك احمد مغناطيس نساء، بعدين عندك صبا انه صوتها حلو محتواها على اليوتيوب شوي هيك اوكي. تقييم صراحه 5/10 اوكي، 5/10 بليز تحسنوا اوكي. احمد اداء احسن من اهدي بحبك اوكي. عندنا اللي بعدها نور ستارز بلس هتان. نور ستارز وهتان صار في قصص حب كثير بينهم على التيك توك وهيك، فانه عندنا هيك قصه الحب تبعتهم كثير تطورت. اذا بدكم احضر هذا الفيديو بحكي فيه عن قصه حب هتان، كيف هتان هو ملاك متنكر كإنسان، لكن كمان هتان بيظبط اي بنت موجوده على وجه الارض. يعني عندك احمد مغناطيس نساء لكن هتان اوكي، فهتان كمان ما بيظبط بحسب علاقه حب ابدا، مع انه نور ستارز جميله. يا اخي انا ليش مدحت كل يوتيوبر على وجه الارض اليوم؟ الفيديوهات الجايه ببلش تنمر كمان مره. هلا نور ستارز جميله اوكي، وهيك يوتيوبر كبير ناجح اوكي، بعدين عندك هتان بظبط نساء، في هيك توازن اوكي. هذا الحلو دائما بحب العلاقات اللي بكون فيها توازن اوكي. توازن اهم شيء بالطبيعه ماشي، كل نوع من انواع العلم في توازن. كيمياء في اكوليبريم اوكي، عندك الفيزياء في قانون نيوتن الثالث، هذا اللي ندور عنه اوكي. تقييم 8/10 اوكي، 8/10 بصراحه عشان تستاهل اوكي. اوكي ختاما بدنا نحكي عن الترند الحالي طالع اللي هو قصه حب مين؟ نارين بيوتي نارين مش كانت تحب مو فلوجز؟ اصبروا نكتب على اليوتيوب نارين تحب مو فلوجز اوكي. يعني بتكتب نارين بتحب مو فلوجز بيطلع لك نارين بيوتي تعترف لمو فلوجز بحبها في هذا الفيديو. مو فلوجز طلب البوس من نارين. وات بعدين في فيديو لنارين ومو فلوجز اسمه علاقتنا حب وصداقة. اسمعوا لما اي يوتيوبر يوتيوبرية يعملوا فيديو علاقتنا حب ولا صداقة اعرف انها حب اوكي 100%. هم طلعوا فيديو كامل بس هم حب اوكي من الاخر،
ليش هذا الميوزك فيديو قاعد يطعميها كرز على بعض؟ اوكي اوكي مبدئيا اوكي كانوا يحبوا بعض، بعدين ما بعرف بعدين كانه بطلت تطلع معه بالفيديوهات تبعته على قناه اربك مو فلوجز، فنارين انه كانت تطلع بكل فيديوهات اربك مو فلوجز، انه طلع هي نارين طالعه من علبه، نارين سياره، نارين مسبح، نارين خوات نارين، نارين سياره، نارين جائزة، نارين على السقف، بعدين بطلت تطلع ماشي، بطل في نارين خلص اوكي. فاظن هيك زي انه هون انتهت قصة الحب هيك قبل 10 شهور. بعدين امبارح اتضح من ستوريات غيف مروان. يا اخي اسمعوا، حاس حالي بنت عمرها 12 سنة قاعد بكتب اسامي اليوتيوبرز يحب ابصر مين. فاول اشي نارين صبغت شعرها برتقالي اوكي، صار في قصة البرتقالة المعفنة، البرتقال المعفنة اتضح انها غيث مروان، بعدين اتضح انها صاحبة نارين بيوتي. كان الموضوع شوي غريب انه زي العم نارين بتحاول تغطي على غيث، بعدين عملوا انفولو لبعض، بعدين نارين صبغت برتقالي اوكي، نارين صبغت شعرها برتقالي، هون كان الدليل القوي جدا اوكي، هي قصها انه غيث انت مثابة شعري اوكي، في عندك انه البنت تحكي لك مثلا انت بمثابة زوجي اوكي، يعني انه انت انه هيك انه كثير بتحبك، في عندك انت بمثابة حبيبي، انت بمثابة اخي فريند زون، انت بمثابة ابوي، ما بعرف انت الصراحة شو كيف وصلت لهون اوكي، بس انت حمار، بعدين عندك انه غيث انت بمثابة شعري اوكي، فهي صبغت شعرها برتقالي عشان تدل على حبها لغيث، يعني صراحة قوية كثير، حركة رومانسية جدا كانت من نارين. بعدين طلعت هاي الستوري ماشي، انه كان صار لهم زمان مش طالعين مع بعض، بعدين هيك طلع بالستوري غيث بعملها هاي اللفة اوكي، اللفة مان اللفة ما ادراك ما اللفة اوكي، اللفة لها كثير معاني عميقة، يعني انا عملت ابحاث كثير قوية باللفة اوكي. What does turning woman in circle mean؟ يعني اسمع ابحاث كثير قويه، ابحاث قويه جدا ماشي هيك، ترى كيف هيك اوكي، ليش لف ليش اوكي، بعدين اتضح انه هي حب واضحه اوكي، واضحه كثير، عشان هيك حنحطها بالعنوان نجيب مليون فيو. اسمع من وجهه نظري صراحه، يعني كميه الحكي اللي حكت امبارح عن الموضوع، اسمع لو تشوفوا المنشنز على الانستغرام تاعون غيث ونارين كلهم هذا الفيديو، زاد التفاعل عندهم مليون هيك، زاد التفاعل دش. فانا اظن كمان انه ممكن زي انهم يحكوا ما دام الناس بدها يعني تكون مع بعض، ليش ما نفاجئهم فجاه بهيك ستوري، بعدين نزيد التفاعل بشكل خيالي جدا صراحه، حركه واو اوكي. انا لو في اشي زي هيك، لو في بنت تطلع علي ممكن اعملها، او لا ما اسمع برو شيل من الفيديو اوكي، عشان لما يصير بنت الناس تفكر انه جد انا عاملها عشان تفاعل هيك، ما بعرف يا اخي، انا شاكك اوكي، انا في عندي شكوك ماشي، انه هل هم من جد بحبوا بعض ولا هم عاملين عشان تفاعل. فيعني من الاخر تقييمي للسلفة 8 من 10، 8 ناقص واحد عشان ممكن عشان تفاعل تكونوا هيك شو تعمل حركة عشان تفاعل، وناقص واحد كمان عشان نارين حلوة يا اخي، كان في يوم من الايام تخيل قصة حب بينه، الله انا تخيل قصة حب مع كل حدا يا اخي، ام الحزن. اسمعوا اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم كيف انه انا حلبت صورة غيث ونارين وطلعت منها فيديو كامل، هل كانت الطريقة كويسة ولا لا؟ وبس والله هذا كان الفيديو اليوم، يلا باي باي، بروح انام يا اخي، بدي اروح انام.